يلا نكمل ثينو. خدنا المحط الأول ورجعناه. نبدأ في المحط الثاني. المحط الثاني عايز شوية تركيز وعايز تبقى عينيك وسط راسك أنت وبتحفظه وأنت وبتقوله كمان. هو عامل زي مثلث برمودا كده بيتوه. محتاج شوية تنظيم كده إيه؟ وتقطعه كده محطات صغيرة أو منشات صغيرة عشان تقدر إيه تلمه. ده آخر المحط الأول اللي خدناه. خلي بالك من الأربع هزات دول في الجنكن بتاع إبشوري. يبقى خلصنا تين سينو إيه، وهناخد أربع هزات من الجنكن. Ebb show.
أوووو زي بعض أوووو تاني أوووو مرة كمان أوووو 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 نفس الروح بس أيوة. التانية في الأولانية الأل التانية في التانية طويلة شوية بالظبط كده الاثنين اللي بعدهم كمان مش عاملين زيهم بالظبط بس اقل في الزمن شويه زي اللي قبلهم مباشره اهدى اقل في زمنهم شويه يبقى Oh.
زي سو في المحط اللي فات انت اللي نبهتني اللي فات بدايه الحته العاليه ايوه من بعد البدايه كده فين دول؟ عارفين الأربع عزات دول؟ هتحس إن هما سور. هو كله سور. يعني اللي هي القعدة بتاعت سور برضو. وده نحن سور. ايوه او 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 ده هنصوب بتاع القداس تاني او 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 حلو قوي تاني او Oh, 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 oh,
مستوى العلو. أو 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 Oh.